سادتي، وصلنا لندن. الحمد لله على السلامة. نرجو ربط الأحزمة والامتناع عن التدخين. الحمد لله على السلامة يا كابتن. كابتن، وبعدين معاكوا بقى؟ هو كل يوم والتاني تشقلبولي نظام البيت وتعملهولي طيارة؟ أمل حياتي يا ماما أبقى مضيفة. كلها كام يوم وتخلصي امتحان وتبقي مضيفة. امتى بس يا ماما؟ انا عايزه الف العالم اشوف الدنيا. طب خدي افطاري بسرعه، انت ناسي ان وراك امتحان عشان تبقي نظيفه. تعال افطر انت كمان يا عادل، وكفايه طيران. محدش يكلمني انا نازل، محدش يخمني. عاقبت كده ايه الطياره؟ وقف. قهوة يا فندم. مظبوط. لا يا فندم، دي قهوة فرنساوي. عارف، متشكر. العفو. جديدة؟ أيوه، تاني رحلة. عشان كده أول مرة أشوفك. لازم حضرتك بتسافر كتير. كل يوم تقريبا. أنا مفتش عام شركات البلاستيك في جميع البلاد العربية. تسمحي؟ أنا عبد الحميد زهدي. تشرف. عندي 35 سنة، أعزب، مستقيم جدا، مرتبي 100 جنيه في الشهر، ده غير بدل السفر. انت مرتبك كام؟ 50 جنيه تقريبا. لو حطينا 100 على 50 ممكن يفتحوا بيت؟ حضرتك بتقول ايه؟ حضرتي بيعرض عليك الجواز، ايه مش عاجبك؟ عاجبني يا فندم، بس طريقتك دي. اصل انا راجل عملي. ايوه، بس الجواز ما يجيش بالطريقه دي. امال يجي ازاي؟ لازم نحب في الاول وبعدين نتجوز؟ تهيألي فكره غلط. نتجوز اولا وبعدين العشره تخلق الحب، وبعدين يجوا الاطفال يرستقوا الحب، وبعدين. عن اذنك. لا، ما تتنقليش من هنا، لازم اسمع رايك. موافقه؟ طب بعدين اديني مهله افكر. عندك حق، فكري على مهلك ورد عليا، انا هسافر معاكي باستمرار. شكرا، اتفضلي. اما دي حكايه. مالك؟ صوري راكب طالب ايجي عايز يجوزني من غير معرفة؟ وانت لسه شفتي حاجة؟ يا ما هتشوفي خطاب. الميعاد امتى؟ 6:30 الصبح. هكون مستنياك.
مع السلامة. وحشتني يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا هناء. الله يسلمك يا ماما. مالك يا حبيبتي؟ هل كان يا ماما طول النهار واقفة على رجلي رايحة جاية. ليه؟ كنت مسافرة على رجليكي؟ ما هو انت يا بنتي اللي اخترتي الشغلة المتعبة دي. رحت فين النهاردة؟ رحت لبنان. صفحة كبيرة. احكي لي بقى على كل اللي شفتيه في لبنان. وحياتك يا عادل ما خرجت من مطار بيروت. امال ايه فايدة السفر بقى؟ احضر لك لقمة يا بنتي؟ ماليش نفس. عايزه انام. والنبي يا ماما ترتبي لي حاجتي في البيت النقالي ده. امتى يا بنتي يبقى لك بيت زي ما خلق ربنا؟ مش هيبقى اجمل من بيت المحندق ده. ماما يا ماما. ايوه يا هناء. ما تنسيش تصحيني الساعه 5:30. حاضر يا حبيبتي. بيجري وانا عارف قيمة الوقت عندك كده. طب شوف لي تاكسي لو سمحت. التاكسي اهو تحت امرك. اتفضلي. ايه ده انت بتهزر معايا؟ ابدا وحياتك، بس انا حاسس بالورطه اللي انت فيها وعايز اوصلك. ايه المانع؟ مش ممكن. ليه مش ممكن؟ اولا انا ما اعرفكش. يا ستي نتعرف ببعض في السكه. ثانيا ممنوع اروح الشغل في عربيه واحد. قولي لهم قريبي، خطيبي، اي حاجه. مش احسن ما تتاخري ويبقى فيها سين وجيم؟ قادرة تخلي الأتوبيس يستناني دقيقة واحدة؟ أنا حابش ما جيتش في أتوبيس الشركة النهاردة. أنا جيت مع سمير. سمير مين؟ خطيبك؟ لا لسه. بعمل له تيست. تيست؟ آه. تيست زي اللي بنعمله للطيارة. يعني حطاه تحت الاختبار. أنا ما رضيتش أخلي عادل يوصلني. عادل مين؟
عادل فهم مهندس معمار، تقاطيعه حلوه، وشه كله رجوله، لو بصلك بصه تحسي بضعف شديد. خلاص اعملي له تيست. مدام صباح الفل. صباح النور. عملت ايه؟ فكرتي؟ لسه شوي. انا مستعجل، انا رايح المانيا وراجع بعد 4 ايام، استنى طيارتك في بيروت علشان ارجع معاكي تكوني فكرتي ووافقتي. ان شاء الله. نسيت اقولك المره اللي فاتت اني يتيم الاب والام ولم يسبق لي الزواج. ليه ما يكونش بيبحلق لك انت كمان؟ علشان شفته 100 مره هنا قبل كده، عمره ما بصلي. وبعدين؟ ما يضرش. يعني ايه؟ يعني بقوا اتنين، عندك فرصه تنقي. اعملي له تيست هو كمان. انت جريء قوي وانت لطيفه قوي. وبعدين بقى؟ انا مصمم اني اعرفك. ليه؟ عشان بس اريحلك قوي. بس انا ما عنديش وقت. بتعملي ايه في وقت الراحه بتاعك؟ برتاح، بنام. استرقيلي نص ساعه. ما عنديش والله. حاولي عشان خاطر. اسفه مش هقدر عن اذنك. مازيل افندم. ايه ده؟ ده عادل. تسمحي انا ما افطرتش. انت مسافر؟ ايوه. عندك مانع؟ لا، لكن رايح فين؟ انت رايحه فين؟ رايحه بيروت. خلاص خديني معك. اهلا بيك يا فندم، حضرتك طلبت فطار عن اذنك. مالك؟ ده هنا في الطيارة. مين؟ عادل. نمرة واحد؟ ايوه. طب ومالك ملخومة كده؟ لا بس كانت مفاجأة. مفاجأة ولا فايتني شغلي؟
مش عارفة، بس اتضايقت لما لقيته مسافر كده. يبقى حصل. اتفضل. انا سعيد جدا. ليه؟ عشان اخيرا جات الفرصة اللي اقدر اقعد معاكي فيها واكلمك 50 دقيقة. لكن ده وقت شغلي. اسرقي لي منه 5 دقايق. الوقت مش ملكي، عن اذنك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. راجعين امتى؟ بعد ساعة الا ربع. ممكن تسرقي لي منهم ربع ساعة؟ يا ريت، قصدي ما اقدرش، في اجراءات كتير لازم اعملها قبل ما ارجع. لا ولا شيء، بس بحب اخدم. قدم شيء. متشكرة قوي، مش ناقصني حاجة. ما بدك فرجيكي بيروت، اشتري لك اغراضك بعمل. اصل ما فيش وقت، فرصة تانية. بنتظر هالفرصة سنين. أنا ما اتغديتش. أنت راجع مصر؟ أنتوا مش راجعين مصر؟ أيوه، لكن إيه اللي يوديك بيروت ويرجعك في نفس اليوم؟ عشان دي الطريقة الوحيدة. مش فاهمة. عايز أقعد معاكي أطول وقت ممكن. أعمل إيه؟ صحيح عملت كده علشان تشوفني؟ عشان تحس اني واخد المسألة جد. الحب ما فيهوش هزار يا هناء. من امتى؟ من اول ما شفتك. حصل ايه؟ دخلتي قلبي. صحيح يا عادل، بس عايز اطمن. على ايه؟ على شعورك انت. شعوري هو اللي جابني معاك هنا يا روحي. لازم اروح عشان الحق انام لي ساعتين ثلاثة. مسافرة بكرة؟ الصبح، وراجع بعد الظهر. وهشوفك انت وفين؟ هنا، في نفس الميعاد.
مدموزيل هناء. أفندم. بدي تسلمي لي هالطرد من مصر. وحياة عينك تعطي هالولد لأمه بمصر وقولي له إنه بيضل عم يبكي ليل نهار، ما بينام ولا بيخلي سته تنام. ممنون كتير، الله معك. لبنان. ما في شيء بيسعدني مثل ابتسامتك الحلوة، تضوي مثل النور بحياتي. أشكرك، أنت رقيق أوي. أرجوك فجأة البطالة دي. حصل حاجة؟ تسرحي بيها المدة دي كلها وانت متجوزة؟ متجوزة؟ ومخلفة كمان. انت بتضحك على ايه؟ الطم. انا لا اتجوزت ولا خلفت، ده عفو، هسلمه في مصر. ريحتيني. ودلوقتي بقى مركزي اتحسن جدا. المرتب زاد بقى 130 جنيه. يعني مش هحتاج لمرتبك. اظن بقى لازم توافقي فورا. لا مش فورا، اديني مهله كمان اسبوع واحد لا غير. هقابلك هنا يوم السبت الجاي، اكيد بتقبل معايا. لا لازم نشتريهم سوا. شكرا. خليلك والنبي يا ماجي حتريني بغلبي، ما احنا اللي جبناه لنفسنا. مفيش واحده فيكم تعمل لي خدمه وتستلم الطفل ده لغايه ما تيجي امه. بس يا حبيبتي انا ورايا مد مهم. طب فين الهام؟ عقبال عندك قدمت استقالتها واتجوزت وانا وراها قريب قوي. ايوه يا عادل، انا وصلت مصر بس مش هقدر اجي في الميعاد. ليه؟ في ايه؟ لما اشوفك اقولك. نأجله ساعتين. معلش غصب عني والنبي عادل. مع السلامة. سيدة رمزة عدنان حضرت استلام طفلها المرجو من الانسة هناء عبد الفتاح سرعة التوجه لاستعلامات الترانزيت لتسليم الطفل. شكرا. الو. ايوه هناء، ارجوكي تيجي حالا علشان تطلعي طياره الهند. اعمل ايه يا هناء؟ ما دي حزملتك عملتها واتجوزت. علشان خاطر العربيه هتعدي عليكي كمان ربع ساعه. مع السلامه. الله يسلمك. حلو قوي، تبقى هتحكيلي عن الهند. هحضر لك لقمه قوي. الو عادل، برضو هناء، مش عارفة اقولك ايه، مش هقدر اجي النهاردة خالص. طلبوني دلوقتي عشان اسافر الهند. ما تزعلش والنبي يا عادل. وازعل ازاي؟ ده خبر مفرح جدا. هترجعي امتى؟ اربع ايام؟ هقعد اربع ايام من غير ما اشوفك؟ هناء ما تستقيلي من الشغلانة المهببة دي.
معلش يا عادل استحملني شوية. ثانية واحدة، والله جعانة يا ماما، بس فين الوقت؟ عادل هتوحشني، مع السلامة. يا عيني يا بنتي، حتى اللقمة مش متهنية عليها. أبو هناء ابقى تيجي معاك فيلم صغير. طيب. وين هناء؟ هناء سافرت الهند وراجعة مصر بعد 4 أيام. 4 أيام كتير. من فضلك طيارة الهند هتوصل امتى؟ وصلت من 3 دقايق يا فندم. كده شكرا قوي. عايزاكي وحياتك تطلعي على طيارة بيروت دلوقتي. مش معقول ابدا ابقى لسه جايه من الهند واطلع على بيروت من غير راحه. انا بترجاكي هناء. وانا عارفه رجاكي معناه ايه، معناه امر. ظروف العمل اقوى مني ومنك. اللي حصل ان فايزه كمان سابت الشغل عشان تتجوز، يعني دفعتك اللي كانت 5 صفصفت على 2. حطي نفسك مطرحي. يعني اعمل ايه عشان ارتاح؟ اهرب زيهم؟ لا، عمرك ما هتهربي زيهم. انت بتحبي شغلك يا هناء. طب بعد اذنك ممكن اعمل تليفون لماما؟ مفيش وقت يا هناء، انا هطمنها. حاضر امر. وحشتيني قوي يا هناء. مش اكتر مني. يلا بينا نعوض ال4 أيام اللي راحوا مننا. يا ريت يا عادل، مش بايدي. يعني ايه؟ انا طالعه بيروت دلوقتي. مش معقول، ده حرام. ايه اللي يجبرك على كده؟ شغل يا عادل، معلش بعد 3 ساعات هرجع لك. مع السلامه. بس لما ترجعي مش هتشوفي وش تاني. المضيفة الأنسة هناء عبد الفتاح. المضيفة الأنسة هناء عبد الفتاح. المضيفة الأنسة هناء عبد الفتاح. رجاء سرعة التوجه إلى طائرة بيروت فورا وشكرا. هلا اجتني فرصة العمر. عارف في 8 ساعات تأخير. اسمع يا سامي، عندك عربية؟ ولو يا أمر عيوني. طب يلا بينا. قلبك جامد؟ حديد. حلو، بعد ليل النهار متشعل على الهواء. الشنطة الحمراء وأهلي هم ركاب الطيارة اللي بشوفهم دايما. يا حرام، صعب كتير العيش. لو ما كنتش لقيتك النهاردة معرفش كان هيحصل لي ايه.
وجودي معاك هون عليا كل ما تعبي. لكن انا شو بقول؟ طير من السحاب. لا وحياتك بلاش تطير انت كمان. هلا مش هتحسني. انا مهلك وراح توعي. يخزيني. ليه قلت كده يا سامي؟ خاف يا هناء عواطفي تغلبني وبريد دايما تكون فكرتك عني كويسة. فكرتي عنك كويسة قوي. انت شاب لطيف ومهذب وانا لو ما كنتش واثقة منك ما كنتش خرجت معاك. الله يطمن قلبي، شجعتيني حتى صار حب حبي. بحبك يا هناء بهبتك. لدرجة دي عادل؟ عادل؟ مين عادل؟ عادل أخويا الصغير، افتكرته فجأة. ما تتصوريش قد ايه اتعذبت طول مدة غيابك. احنا مش لازم نسيب بعض بعد كده ابدا. مش هتقدري تطيري مني بعد كده ابدا ابدا. عارفه ليه؟ عشان هنتجوز. سامي بتقول ايه؟ سامي؟ سامي مين؟ سامي اخويا الصغير. ما اعرفش ايه اللي فكرني بيه دلوقتي. يلا بينا نروح. أنا كمان يا سامي، كل ما أبعد عنك أحس إن في حاجة ناقصاني. يعني خلاص اتفقنا؟ على إيه؟ نتجوز يا نور عيني. سامي أنا حيرانة أوي، مش عارفة أقولك إيه. قولي إنك موافقة. أرجوك يا سامي بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. يلا بينا احسن معايا الطيارة قرب. هناء ما تتركيني بحيرتي. انا محتارة اكتر منك يا سامي، مش عارفة اقول لك ايه. لازم تكوني بتحبي واحد اكتر من التاني. ابدا الاتنين زي بعض، ببقى مع واحد وبندهله باسم التاني. ليه يا هناء لازم تختاري؟ مش عارفه. لا ده مش معقول ابدا. انا اول مره في حياتي اشوف واحده بتحب اتنين في وقت واحد. انا مالك يا هناء؟ مفيش حاجه يا ماما. رد يا ماما، وإذا كان عادل أنا مش هنا. حاضر. ألو؟ مين؟ أيوة يا عادل. لا لسه ما جاتش يا ابني. مع السلامة. يا ريتك يا بنتي تسيبي شغلة الطيارات دي اللي كلها وجع قلب. وبعد ما أسيبها أقعد فين؟ تقعدي في بيتك. مش قادرة أرتاح في حتة يا ماما. أبقى في مصر، بيروت توحشني. ولما أروح بيروت أبقى عايزة أرجع مصر.
ولا فيش حاجة تربط بين مصر وبيروت إلا الطيار. علشان كده ما أقدرش أسيب شغلتي أبدا، علشان أطير بين قلبي اللي في مصر وقلبي اللي في بيروت. انت باين عليكي تعبانة يا هناء، اطلعي يا حبيبتي ارتاحي. تعالي. دي مش تعبانة يا ماما، دي باين عليها بتحب. صباح الخير. صباح النور. مدموزيل هناء موجودة؟ أيوة يا ابني موجودة. قولي لها عادل لو سمحتي. أهلا وسهلا. أهلا. اتفضل اتفضل. دقيقة واحدة هنديها لك. اتفضلي. ايه يا ابني ده؟ انت اسمك عادل؟ ايوه. وانا كمان اسمي عادل. تشرفني. ايه ده؟ في حاجة يا ماما؟ عادل عاوزك يا بنتي. في التليفون؟ لا مستنيكي تحت. تحت؟ حاضر. انا نازلة. حضرتك بتشتغل ايه؟ مهندس. مهندس طيران؟ لا، مهندس معماري. اخي. وعايز هناء ليه؟ بس يا عادل عيب، هناء جاية حالا. خش انت جوه. صباح الخير. صباح النور يا ابني. هيدا بيت هناء؟ ايوه يا ابني. انا سامي تبع مطار بيروت. اهلا وسهلا، اتفضل. دقيقة واحدة يا ابني. اهلين. اهلا وسهلا. ايه تاني يا ماما؟ واحد اسمه سامي. سامي؟ ايوه سامي، بيقول انه تابع مطار بيروت. يا خبر. وبعدين؟ في ايه يا بنتي؟ مفيش يا ماما، انا نازله. اكيد حضرتك الاستاذ عادل. يا اهلا فيك. يا مرحبا، والله مشتاق لك. حضرتك تعرفني؟ ايه ولو، حكتني عنك هناء كتير. وحضرتك شفت هناء فين بقى؟ ببيروت، بالمطار، بالجبل، بالحمام. حمام؟ حمام سباحه خيي. حاجه حلوه قوي. وحضرتك عايزها في ايه بقى؟ بدي اخطبك. دخيلك يا عادل توافق، وحياه عيون هناء توافق. اوافق على ايه يا جدع انت؟ اتجوزني هناء. انا اللي اجوزها لك؟ طبعا. هو في غيرك؟ بتاع ايه؟ مش انت خيه؟ خيه؟ لا يا سيدي انا مش خيه. لكن مين بتكون حضرتك؟ انا خطبها. شو؟ انا اللي هجوزها يا استاذ. حضرتك جيت متاخر. وحياه الله ما بطلع من هون الا وانا امرت. انت بتاع. اهلا 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 عادل. اهلا سامي. هلا قول لها الاستاذ انه انا خطيبي حبيب قلبي. يا استاذ ما تضيعش وقتك، انا اللي هتجوز هناء. وانا شو جاي اعمل هون؟ بعملكم المأذون؟ قول لي هنا، هناء وعدتك بالجواز؟ يعني تقريبا. حضرتك وعدتك بالجواز؟ يعني تقريبا. شو هالحكي؟ ما فهمت شيء. الظاهر ان المدموزيل بتتسلى علينا. لا لا يا عادل، ما تصدقش يا زين، انا مش بتسلى، انا بحب، وبحب حب صادق ومن قلبي. قوليها بصراحة يا هناء، بتحب مين؟ لو قلتلكم مش هتصدقوني، لكن دي الحقيقة. قلبي توزع بينكم انتوا الاتنين، يمكن أول مرة تحصل، لكن آية حصلت معايا. أنا أسف عن إذنكم. شو رأيك يا أستاذ؟ قول لي أنت إيه رأيك؟ هناء بتحبني، ما سمعتها؟ ما هي بتحبني أنا كمان،
ما سمعتها؟ يا خيي بدنا نشوف حل. ما تحل عنا انت، خلي الموضوع انتهي. ليش ما بتحل انت؟ شوف، الحل الوحيد ان هناء هي اللي تختار بنفسها. هيك منيح. يلا بينا. الشربات. اتفضل. انا صبرت كتير. وانا فكرت كتير. لازم موافقة. مع الاسف ما قدرتش. ليه بقى؟ مش عاجبك؟ بالعكس، انت عاجبني. لكن مين يقدر يعمل كل اللي يعجبه عن اذنك؟ الزبونة اللي هتخش دلوقتي اسمها توحيدة بنت نبوية، كانت متجوزة معلم جزار ومات، ساب لها طفلة وترك قد كده متبتلة. خد لي بس سيادتك، اخو جوزها عاوز يتجوزها، لكن هي بقى واقعة في حب واحد تاني، وده فند كده موظف في المجمع. دستور يا ست سفينة يلي انت في البحر عوامة، اسألك السماح يا ست الملاح، السماح يا ست سفينة، اسألك السماح، السماح، اسألك السماح. أصهار أشجار أنهار. أنت سفينة حضرت، مرحبا بك يا سلطانة البحار. وقف على رجلك الشمال، هو جسمك يتهز. يعافيك يا أخوي، يعافيك يا سلطانة، يعافيك يا سلطانة. توحيدة والأم نبوية، اتجوزنا وانحرمنا بدري، لا تهنينا ولا فرحنا. تمام والنبي يا ست. هما طمعانين فينا ليه؟ عايزين مننا ايه؟ ربنا يزيدك علم ونور يا سلطانة. حبينا وانشغلنا، لكن الحبيب لم سأل عنا. تمام والنبي. فين قطروا؟ هتقولي قطروا. قطروا؟ قطروا. ما معيش يا سيدي. لا، ان كان يلزم نجيبه حالا. فانيلا بعرو. فانيلا؟ فانيلتو بعرو. فانيلتو ازهار انهار اشجار، خصلة من شعر راسه. ازهار انهار اشجار، ما تخلوا عندنا انهار. الى عمل جبار، خصلة من شعر راسه. عيني عيني يا سلطان، نجيبها حالا. دستور يا اهل النور، دستور. الحجاب ده ما تشيلوهوش من تحت باطك اليمين. حاضر. والحجيبة دول تحطهم تحت العتبة وهو يخطيهم. حاضر. قالب السكر ده تحطيه في قهوة أو شاي وتشربيه. السماح، السماح هو اللي يشربه. حاضر. حاضر. اطلقي البخور وانت بتستحمي سبع كزان وتقول الكلام ده، وفي سابع كوز هتلاقيه بيخبط على الباب. لو ما خبطش ولازم تقولنا على طول تاني. تاني. حاضر. مع السلامة. اتفضل.
ايه ده؟ ايه ده؟ فلوس؟ اعوذ بالله من غضب الله. دي حاجه بسيطه مش قد المقام. ابعدي عني انا متوضي. انتوا كمان واحد يختي يبقوا سته. اطلعي بره يا اهل الدين وانا اجري عشان اخد فلوس؟ ابيع الاكل واشتغل بالفلوس؟ بره بره. قومي يا اخي اقعدي يلا بره. عملتيش ده؟ ايه اللي عملتيه ده؟ خسرت الدنيا تديله فلوس؟ هو ده بتاع فلوس؟ ده راجل بتاع ربنا. والنبي يا اخويا ما كان قصدي. قصدك ايه؟ خسرت الدنيا؟ هات وانا اصلح لك الموضوع. احنا ما بناخدش حاجه في قلوبنا. ده كل ده بتاع الاسياد. ايه ده؟ اتفضلي. ده الحجاب لوحده متكلف 7 جنيه. ده مكتوب على ورق من بحر الغزال وقلم بسط من اسيوط وميه ورد من بيروت. طب يا اخويا اتفضل يا سيدي ادي 10 جنيه. اتجمد. العملة المتجمدة تجمد العمل. فكيها بقى عشان ربنا يفكها. طيب خلي بالك معاها شوية عشان اجوزك عروسة مال وجمال ودلال. اهو احنا بنعمل اللي علينا بقى. اتفضلوا مع السلامة. مع السلامة. العتبة جزاز والسجن لينه لينه. العتبة جزاز الشركة اللي تخشها سرقة تتنجس. طبعا اكيد. احنا بنشتغل بما يرضي الله. بما يرضي الله. بما يرضي الله. راجل يعني ربنا بإذن الله هيزيدك علم ونور. اهلا اهلا ست وحيده. ازاي مراتك يا عوض؟ نحمدها ست وحيده بس ضعفانه شويه عايزه تتقوي كده. اه طب خد قويها. هو يوسف افندي فين؟ طلب اجازه النهارده عشان عيان. عيان؟ اه. هو ساكن فين؟ عايزه ازوريه. مش واجب برضو؟ اه طبعا احنا نخدم بعنينا. اخوك الصغير. طيب سلامتك يا سي يوسف. الف بعد الشر عليك. سلامتك يا استاذ. اتفضل. فاكرين يا ست يعني نخدم بعنينا. اخوك الصغير. بعد الشر عليك. عندك ايه؟ لا ده الست هي اللي تعبانة. الست؟ لا سلامتها الف سلامة. اتفضلي. لا مؤاخذة بس بزورك كده من غير سر المعرفة. لكن سيوسف بقى افضل كتير عليا. يا ستي انستينا وشرفتيني. الله يا انسك. والنبي انا قلبي انفتح لك زي ما اكون عارفاكي من سنين. تعيشي يا روحي. ايه امال الولاد ما بيبطلوش طقطقة في الورق؟ سيبهم. يا اخويا سيبهم يلعبوا. عن اذنك دقيقة واحدة. اتفضلي يا حبيبتي. احنا متشكرين قوي على الزيارة دي لكن الفاكهة يستحيل هقبلها. يا ندم يا سي يوسف ما تقبلش الهدية. دي مش هدية يا ست توحيدة. ها؟ دي تعتبر رشوة. رشوة؟ طبعا. اخفى عليك يا سي يوسف. ده انت خيرك عليا. هو انا اقدر اكافئك على جمايلك؟ وليه التعب ده بقى؟ تعبك راحة. اتفضلي.
من فضلك يا روحي. والنبي لو سمحتي كوباية مية. حاضر عينيا الاثنين. تسلم عينيك. يوه نسيت الكبريت. يا يزيد فضلك يا روح. تسلم يا اختي. ده انت قلبتينا ونورتينا. الله يقلبك. خد الشاي بتاعك. اتفضل. معلش ماليش نفس. ها؟ لا ده مظبوط ظبط على الاخر. ماليش نفس. اشربيه انت. طب مفيش معنى. بالهنا والشفا. ميرسي قوي قوي. ولو اني فيها رزاله. قوي قوي. اتفضل. تعالي تعالي. نظيفة. لا بلاش. تفضل. كتر خيرك. على سائب محبتي واشتياقي يا يوسف يا ابن حواء وآدم. ريقي عليك شفا، شعري عليك كسا، خدي ما يلطم الا خدك. ما تحب بعدي ولا قبلك بنت من بنات النساء الا توحيده بنت نبويه. هيا هيا يا عظمه الله القوي. مين مين أنا؟ يوسف. مش معقول. بتقول يا ست فينا يا ندمة؟ يا ألف مرحبا، يا ألف خطوة عزيزة. اتفضل يا يوسف اتفضل. مفيش لزوم. بس الناس طالعين نازلين يقولوا إيه. اتفضل اتفضل اتفضل. اتفضل في الصالون. اصل هي كلمة واحدة. طب بس اغير هدومي ولا انت عاوزني استنى كده؟ حضرتك نسيت الكيس ده عندي في البيت. ها؟ يوه ده انا افتكرته ضاع. ونعمل امانة ونعمل اخلاق. اتفضل يا كيس. ايه ده؟ حقك القانون يا اخويا. الكيس كان فيه 100 يبقى حقك 10. انا مش بتاع كده. سلام عليكم. مين؟ انا جاي. يا بستي اخو جوزي استخبى. سيبك استخبى. استخبى ليه؟ لو شافك تبقى مجزره. مجزره؟ مجزره ليه؟ ردي حسك. مجزره ليه؟ هو انا حرامي؟ ده راجل شراني. وانا مالي وماله؟ اصله بيحبني. يحبك ولا تحبيه؟ ورطيني معاك ليه؟ ايوه طيب. طيب طيب انا خايفه عليك يا سيوس. ده لو شافك وانا كده يتبحك. يذبحني؟ أو يطلع براءة. استخبى من معروف. أيوة طيب طيب. ما عنديش الشجاعة. إذا كان ولد عمي مطوعك على كده. كنت بتكلمي مين؟ أنا كنت في الحمام. بس هنا سامح اسرق. راجل ده لازم الراديو.
الاستراب. راديون الله يخيبني. يهدينا المولد، كل سنه وانت بهنا. اتفضل في الصالون على ما اغير هدومي. طيب بس ما تغيبيش عليا علشان في كلام كتير عاوز اقوله لك عشان المولد. ايوه يا فندم. انت ولد عم يا مبروك، وقبل ما اجرحك بكلمه تندب بجلد الصاص. لكن انت ما خلصتش ان حريمك تنكشف على اللي اسمه عنا ويتمسخروا علينا. وايه اللي جرى علشان تتكلم؟ مين؟ سيوسف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيوسف. اتفضل يا اخويا اتفضل. يا خطوة عزيزة، يا الف مرحبا. اهلا وسهلا، اتفضل يا اخويا. يوسف افندي يا معلم، بس كاتب المجلس الحاسمي المعلم جاد اخو المرحوم. عن اذنكم اغير هدوم. اتفضل. بتاع المجمع؟ انا موظف في المجلس الحاسمي. يعني في المجمع؟ ايوه. اهلا وسهلا يا مرحبا. انا مكرم. اصل بقى لا مؤاخذه، الافنديه بتوع المجمع دول فاكرينها فته عاوزين يلهطوها، لكن ثلاثه بالله العظيم اللي يهوب ناحيتها اشرحهم. من فضل حضرتك دار السكينه دي. توحيده دي مرات اخويا وانا راجلها، انا اللي لازم ادمها واتجوزها. هو حضرتك مش متجوز؟ انت مالك؟ ايش عشره؟ انا مالي يا ست توحيده. اقعد اما فطامك. حضرتك عاوز تقول ايه بالظبط؟ توحيده دي انا اللي خطيبها. الف مبروك عليك. وكل العيله تشهد بكده. والف مبروك على العيله. اقعد اما فطامك تاني. مش عاوز اتفطم يا اخي. يا ست توحيده. دي فضيحه. ده انسان لا عنده لا دم ولا حياه. يا فندم صاحب البيت. عند اهلي بشرى يا فندم. حاضر يا فندم. سيجاره يا مدام. تشكر يا اخو. سيجاره. شكر. ها وبعدين؟ عدو ولولا ستر ربنا كانت بقت جنايه. اعوذ بالله. واحد يشوف مرات اخوه عريانه مع راجل غريب في اوضه النوم وعاوزه يعمل لها ايه؟ يقتله ويطلع براءه. لكن هي بقى عملت ملعوب ونجاته. خايفه على مركزه، اصل موظف حكومه. وبئس الموظف. تعرفي صاحبتك دي لو اشتكته هيحصل له ايه؟ هيفصل من وظيفته فورا. في حاجه يا يوسف فني؟ حضرتك طلبتني. سلمت ست وحيده المستندات اللي قدمتها في قضيه المدح. اتفضلي معاها وخدي عليها الايصال اللازم. متشكره قوي. العفو يا فندم، مع السلامه. يا ست مفيدة. نبيها يا اخويا نبيها. يا ست نبيها. رجلي. رجلي. الحمد لله جت سليمة. الحمد لله. ايوه. فوقي يا اختي فوقي. المقص طار من ايدي. يا سلام، الحلال ما بيضيعش ابدا. مقص ده ضايع من عهدتي بقاله 3 اشهر دلوقتي. الحقيقي يا نبيل. ايه يا اختي؟ الختم الذهب بتاعي ضاع. يا لهوي ازاي؟ انا عارفه، انا كنت طلعته عشان اختم بيه الوعد. يكون شيختي وقع هنا في وسط الورق. يمكن. الكلام ده ازاي يا اختي؟ ده ذهب ومتكلف تقله. انت يا اختي متاكده؟ يو يا نبيها وانا مصطوله؟ بقول ايه؟ يكون شيختي اتضحك وقع في الدرج وسيوسف قفل عليه. يمكن. درج؟ اتفضل. وادي الدرج اهو، دوروا فيه زي ما انتوا عايزين. ها يو يقطعني. ده انا سايباها عند الساغ بيعمله بالبيله. شفتوا بقى؟ تسمحوا بقى تروحوا تستريحوا في البوفيه؟ انا عارفه انك زعلان مني عشان الفصل بتاع امبارح. وانا هزعل ليه؟ اخو جوزك وعايز يتجوزك، وانا مالي يا ستي؟ يتجوزني؟
طب وحياد ده وفداه رقبتي لما يشوف حلمة ودنه ما يطولني ولا يمد ايده على شعره من شعر راسي. ما بحبوش يا سيوس. حدزت حبة بس المصاريف حدزت حبة أصل الأسياد شاب حبك زاد رفعه بس عرفت المحبة. جبت الطلبات جبت الطلبات جايين في السكة وحيلفوا أربع مرات باروكة بابا وجزء كاور بندقي 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 وحمارة حولة ترفيد لها بندقي 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 وعشرة جواز حمام هزت بيهم بردة برقبة وده 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 وجمال راس وثلاث رجلين علشان كان ابوك اتجوز معدة 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 على شرطي قبلتي تفك عقدتي وتريح مهجتي ده حبيبي يا الله وانا وانت يا الله انا عقلي يا ده حبيبي يا ديك الرومي يندبح يتنظف ويتبخر ويتحمر بالسمن والزعتر ولازم ياكل منه. وهاكله له ازاي؟ سيبي عليا انا اكله لابوه. ابوه لا. وبالدم بتاعه تعملي في طريقه 21 علامه. علامه؟ ايوه علامه ورا علامة. هيخطيهم هيبقى زي العجينة في ايدك. 21 علامة. 17 18 19 قومي صبرك عليا لسه اتنين اتنين ايه الناس جايين. قومي يا شيخة قومي احسن بعدين يشوفونا. يا حسنين. نعم. انت هتقوام. حاضر. ساعة بقى التمانية للعشرة زمان الموظفين جايين. حاضر. Thank you.
أرجوكم يا حضرات ما حدش يمر من هنا أبدا. أنا طلبت النيابة عشان التحقيق. العلامة دي موصلة لغاية المحفوظات. لازم في سنة هنا. عصابة جاسوسية ما حدش عارف. والعمل لحد الفندي تعال هنا ما تنسى العلامات. صباح الخير. صباح النور. ياه انا عيني عليكي بارده. ده انت النهارده عروسه من الجنه. تسمحي لي اتجرأ واقول لك واطلب منك ان انا وكل ثروتي تحت رجليكي. ثروتك؟ اه. النبي حارسك. طب اضطر بقى ورينا النبي قطيعه وشفته ولا في المعطوبه. دي جت فيك انتي. طيب الاستاذ يوسف عبد البديع عبد العظيم احمد الربيعي. ايوه يا فندم. ايه ده؟ ايه ده؟ اخبار اليوم بتهنيك بليله القدر اسمك طلع في القرعه وكتبت دبلومي. اتفضل انت. شك بكل فخر. اتفضل. شك اتفضل. متشكرين جدا. اتفضل معايا. اتفضل اتفضل. ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش. اتفضل. كل على الناحيه الثانيه ناحيه اليمين. لا انت بتاكل دكرومي لازم تبتسم. ابتسم ابتسامه خفيفه. ايوه كويس جدا. ناحيه بقى الثانيه. ناحيه الثانيه بقى ناحيه الشمال. ايوه بايدك دي. ايوه كويس. كل بقى مع بعض ابتسم. ما تلاقيش بقى. عيش عيش وانت بتاكل اتمتع. ايوه فين المتعه اكتر شويه. كويس متشكرين جدا متشكرين قوي متشكرين. وان شاء الله لما اقبض فرق العلاوه. ايه الجمال ده كله؟ اكل الدندي عامل عمايله. الاكل لكماني قوي. ما انت معدتك مش واخده. ليه بقى؟ يا ما كنا ديوك روم. امتى الكلام؟ ده احنا من يوم ما اتجوزنا 7 سنين دلوقتي ما دخلش بيتنا ولا رومي واحد ولا بلدي حتى. الحمد لله احنا مبسوطين ومصرين بنفسنا. ربنا ما يحرمناش منك. ولا يحرمنيش منك. أنا بتعذب وقلبي بيتقطع عشانك. مش قادرة أوفيك حقك. مش بإيدي. المرض معجزني. بكرة تخفي وترجع لك صحتك أحسن من الأول. أنا مش هخف يا يوسف ومش عايزة أظلمك معايا. ايه ذنبك عشان تعيش مع واحدة عيانة؟ اتجوز يا يوسف. انا مسامحاك والشرع معاك. خليني انا اربي الاولاد. اتجوز يا يوسف اتجوز. وماله يا ابني؟ هو عيب؟ كلمها قول لها. مش قادر. لما احلاها من بعيد هتفهم قصدك. هتقدر على طول. توحيدة بنت بلد وتقدر الناس. مش عارف. اكلمها لا 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 انا هكلمها وزي ما تيجي تيجي. اه كده معقول. عند البسكاتب. هي مين دي؟ لا ايه بس يوسف احنا نخدم بعنينا. اخوك الصغير. خير يا ست وحيدة. يا اختي طب ما انت بتعرف تضحك اهو يا سيوسف. تسمحي تشرفيني في المكتب عشان تمضي على الاستماره؟ قوي قوي من عينيا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ازيك يا ست وحيدة؟ تسلم يا سيوسف. في الحقيقه الواحد ما بيعرفش ان اليوم ابتدى الا لما بيشوفه. بجد ولا هزار؟ دي الحقيقة. طب من غير حاجة. يعني يا سلام ده انت بتنوري المجمع. غريب يا اخويا انا بقالي سنة باجي المجمع كل يوم. اللي ما شفتك مرة بصيت لي ولا ابتسمت لي ولا قلت لي كلمة حلوة من اللي بتقولهم دلوقتي. مشاكل يا ست وحيدة. زي ما انت شايفة طول النهار بلف على رجليا زي الطور في السقف.
15 زي السبع اللي في القفص. هي فين الاستماره اللي حمضيها؟ في الحقيقه ما فيش استماره. ايه؟ انا كنت عايزك في مساله شخصيه. انا تحت امرك. امر. ست وحيده، انا لا واس يوسف اتاري المكتب منور. الله ينور عليك. ست وحيده هنا؟ يعني ما صبحتيش عليها زي كل يوم؟ ما كنتش في مكتبك. الله الله، عاملينها عامه ولا ايه؟ الموضوع اللي كنت عاوز تكلمني فيه. ما اقدرش اتكلم معاكي هنا. انت تيجي تتغدى عندي بكره في البيت عشان نتكلم على رواقه. بس انا عشان خاطري. خاطرك غالي عندي قوي. انا هستناك بكره في البيت على الغدا. حاضر. خلاص يا ست فاتن، اهو بكره اللي عليه الرفض. شعليلي لي قلبي، اشغلي لي باله، اكويه بالحب اللي كويلي. راونا راونا راشقا يلقت 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 تنس راح بالا. يا بنت ايه يا اخويا؟ تجلي تجلي يا ست البحار. الليله زفته وبكره دخلته. والنبي من بكره هيجيلك خاشع طايع راكع تحت رجليك. ما كانش يتعزي يا معلم. انا خلاص
اتخطبت لموظف كبير قوي في المجلس الحاسم. الواد يوسف افندي؟ اسمه الاستاذ يوسف عبد البديع. شبكني وجاي النهارده يكتب الكتاب. والله العظيم عيالة توحيدة بقى كل ده يجرى منك ومن ورا ظهرنا كمان. يعني ما احناش رجالة ولا ما احناش رجالة؟ انا مش قاصر عشان حد يمشيني، ما حدش له كلمة عليا كده. طيبة توحيدة. ولا يهمك يا معلم، انا خلص لك عليه لوحدي. لا يا ابني ما تودوناش في داهية. شوفوا احنا نفقعوا علقك والتيم، نفشفش عظمه تكيتي من غير ما يبان ايوها اثر على جتته. هنخلص عليه ونخليه شرك ومصلحش للجواز. واضح يا معلم. يلا وزعوا نفسيك. يا ترى اتاخر ليه يا نبيه؟ اهو جه توحيده. جه عندي اولاد. ومال يا اخويا؟ حقك الشرعي محدش يلومك. اصل مراتي عيانة. وانت ذنبك ايه تفني شبابك مع واحدة عيانة؟ انا تعبان اوي يا ست توحيدة. وانا خدمتك يا سي يوسف. انا عايزك اوي اوي يا اخويا، اوي تحت امرك. عايزك بس خايف اقولك تكسفيني. عليك بقى ده كله واكسفك. عاوزك عاوزك تسلفيني 50 جنيه. ها؟ عاوز 50 جنيه سلف اعمل عملية لمراتي بس كده، وحسددهم لك على 10 اشهر. مش عاوز حاجة تانية؟ وعاوز ايه تاني؟ مفيش كلام تاني؟ كتر خيرك. هو ده الموضوع؟
اللي كنت عاوزني عشانه؟ ايوه، بس كنت مكسوف اكلمك، لكن بقى كرمك واخلاقك العالية. اخلاقي العالية؟ مشعوذين. الله، والله يسلط عليكم، لا خلي الجن الازرع يركبكم. والله ازرق ثاني، ما تبطلوا بقى، ما انكشفنا واللي كان جن ازرق. قال انت بتضحك معايا ليه؟ ما انا ماشي معاك، مش عاوز تقبض عليا. اقبض كاسي. شو بك يا شاب؟ شو اللي عم تفكر؟ بالدنيا. شو بقى الدنيا؟ ما تسأل، لازم تقولي اللي شلي مضايقك. أنا هون حتى أسليك، مش حتى إزعجك. ولا يهمني، قوليلي حتى ساعدي. تسمح لي بقنين شمبانيا كمان؟ تكرم عيونك. وأنا سيكتي حتى إجا يوم وشفقت حالي وقررت إني أهرب ونزلت على بيروت. كافحت قد ما بقدر وبالآخر تعبت. أنا تعبت كتير يا عدنان بك. أنا رح أنسيك التعب وعود عليك كل الأيام اللي تعبتيها. أنت أمري، أنا تحت أمرك. تسلم. عن إذنك لحظة، رح غير تيابي وارجع لك. أوعى تمشي وتتركني. لا، كيف بدي أتركك؟ أوعى. أبدا.
مثل كل يوم. أمر. أنا ما قلت هيك. أمال قلتي إيه؟ قلت وطي هيدا شوي. أنت ما بتحبيش المزيكا؟ بحب المزيكا بس بحب الدوشة. لكن أنا عايزها كده. ليش؟ عشان أروق مزاجي، أصل متعكني شوية. شايفة؟ ما اصطدتش ولا سمكة النهاردة. عاجبك كده؟ وأنا شو دخلني؟ أنا اللي مرسي. كام الحساب؟ 11 ليرة كله. حساب أنا بس؟ 5 ليرات. تفضل. شكرا. لا مؤاخذة أصلي معيش فلوس كفاية. أنت بتيجي هنا كل يوم؟ نعم، ليش عم تسأل؟ عشان أبقى أجي. مش فقت حالي وقررت اني اهرب ونزلت على بيروت. كفحت قد ما بقدر وبالاخر تعبت. انا تعبت كتير يا سامي بيك. انا راح اعوض عليك كل الايام الصعبه اللي شفتيها. بس امري. تسلم تسلم يا سامي بيك. عن اذنك لحظه راح غير ثيابي وارجع لك. اوعى تمشي وتتركني. اوعى تتاخر.
وشك حلو عليا. اتفضلي. وليش الكرم كله؟ بريزي اول ما جيت السناره غمز. وقبل ما اجي ولا سمكه كانت تسال فيه. الحمد لله الله ما كسفني. انت مصري؟ اي. وانت لبنانيه طبعا. ايه. انت فطرت ولا لسه؟ لا بعد. خلاص تفطري معايا انا. بس على شرط كل واحد يدفع حسابه. انا مستعد افطرك كل يوم على حسابي. ما عندي مانع. بس مش حي يوم وتسهي. وليش تنعمل حساب هاليوم؟ على رأيك. هيئتك توفقت بالصيد اليوم. وشي حزان؟ يعني رح نتغدى سمك؟ يا حبيبي أنا فهمتك 50 مرة إن السمك اللي بصطاده محبش حد يشاركني فيه. طيب يا سيدي. ما غمدتيش؟ لا يا ست لسه. شو صار؟ سمكة واعية كلت الطعمه وهربت. لازم تكون سمكة قوية. على مين؟ أنا وراها لحد ما اصطادها. سمكة؟ أيوة طبعا. ولا أنت قصدك حاجة تانية؟ بتمنى تكون حياتي هيك مثلك. وليه ما بتعمليش من حياتك زي ما انت عايزه؟ كيف؟ تجري تلعبي تفرفشي تصطادي سمك. ايوه كده. اضحكي للدنيا وحاولي دايما تشبعي منها. بس كفايه بالبطه حتى فيش سمك. سمك انت ما عندك غير سمك. الله كفايه بقى. زعلت لأنه لا أبدا. ما قلت لي شو اسمك؟ فتحي. وانتي؟ شمس. فتحي. نعم. تسمح بكلمة؟ أفندم. مش سامعة. أفندم. مش سامعة. بتشتغلي في كبري؟ بقعد مع الزباين. بتقعدي ليه مع الزباين؟ لان الي 10% من الطلبات. طلبات؟ اي نوع من الطلبات؟ ما تزعليش يا حبيبتي ما كانش قصدي. شو بيك سكت؟ ولا حاجه. انت زعلت لاني بشتغل بكباري؟ لا ابدا. يعني ما نزلت من عينك؟
لا ابدا. شمس. عيون شمس. انت حياتك مليانه ناس. ليه اخترتيني انا؟ انا ما اخترتك. مش انسيات؟ لا صحيح. ليه؟ يمكن لاني عرفتك برات الكباريه. ويمكن لان ما حاولت تطلب مني شيء. ويمكن لانه هيدا نصيبي. هجيلك الليلة الكباري؟ بترجاك يا فتحي، الكباري محل شغلي، وبعدين شمس اللي بالكباري إنساني تاني، ما بحب إنك تعرفها أبدا. أنا مضطر أروح المكتب وأفتح الشقة. Thank you.
حجته على حسابه قصدك، بس اوعي ما تشهد. ولو رح غير كيري والحق. حاضر، بس ما تعملي مثل كل مرة، بقيت ناطرك 3 ساعات حتى نشفت من البرد. شو ذنبي أنا؟ قلت لك انطرني محطة بنزين شيل، نطرني محطة موبيل. واليوم؟ اليوم مثل ما اتفقنا، تنطرني محطة بنزين توتال. أكيد رح أجي. شو عم تعمل؟ عم بكتب توتال حتى ما أنسى. برافو، ذكي. عن إذنك. تفضلي تفضلي. جرسون، أمرك أبيك. قديش حسابك؟ 500. حاضر. بدي أحكينا معك. في زبون ناطرني بمحطة البنزين، يا حرام، هاي تامن مرة بعملها فيه، بكون دنة من البرد. أنا بغير. بدي اقول لهم سيرون على قد عقولهم. فاهم، بس يعني مش يمكن يعني واحد منهم شكله يعجبك ويمكن تخرجي معاه؟ وليش بدي اظهر معه ما انت موجود؟ شي مطرح؟ أرجوك تسيبيني، رجع عندي شغل. خلاص، لغيت شغل، مشي معي. على فين؟ لعندي على البيت. قرأت؟ أنا آسف على اللي حصل. قدرت أمسك نفسي. كم مرة ترجيتك ما تجي على الكباري؟ ألو؟ مش موجود. مين؟ واحد عم بتقل دم. كان عايز ايه؟ شو بدنا منه؟ خلينا هون. ايه
الو الو شو بك يا حبيبي؟ مفيش فايدة. طول ما الناس دول بيني وبينك مش هرتاح ابدا. كل ما بفكر في السكارى وما بياكلوك بعينيهم وبيلمسوك بايديهم بيحصل لي جنون. شو بدي اعمل حتى ترتاح؟ مش عايز حد يلمسك غيري. عايزك ليا انا لوحدي. ما انا الك لوحدك. لا. بياخدوكي مني كل ليلة. بتديني الوقت اللي فاضل منهم. ليه عشان ايه؟ عشان هما معاهم فلوس وانا ما عنديش. شو بدك تعمل بالفلوس؟ امنعك عن الشغل. ابعدك عن الناس. ما يبقاش حد في حياتي غيري. انا بس اللي اسهر معاك. انا بس. انت حياتي. انت عيوني. انت قلبي. انت. انت. شمس عدنان بيك هون. شو بك يا فتحي اليومين؟ بالك مشغول، في شيء؟ السمكة تعبانة شوي. فات هاليومين فتشت عليك بكل مطرح ما لقيتك. بنت عند واحد صاحبي. انا زعلتك بشي؟ لا ابدا، كانت افكار سخيفه وعدت. وهلا خلاص؟ خلاص. ست شمس عن اذنك هلا رح اجي لعندك على البيت بعد الشغل. بحكي زبون طلبني رح اقعد معه. ما تخليه يستنى شوي. هيدا زبون تقيل يا فتحي، يمكن يطلب لي 4 أو 5 قنينة شمبانيا.
يعني المسألة مسألة فلوس. لا شغل. وبعدين صار لي يومين بيلي مشغول عليك وما قعدت مع الزباين أبدا. بس أنا لسه ما خلصتش كلامي. ولا بتفضلي تقعدي مع الزباين؟ فتحي ليش هالكلام الجارح؟ أنا فهمتك إنه هيدا شغل. بدك تقولي إني مش قادر أديلك اللي بديهولك الزباين. ليش بتفكر هيك يا حبيبي؟ أنا عمري طلبت منك شيء؟ يبقى خلاص خليكي قاعدة شوي. طيب جاي. معلش يا فتحي هالمطرح مش إلك. روح انت هلا وبالليل رح نتقابل. بس انا دافع فيها 1600 ليرة. تقول لي 300؟ والله انا هيك بناسبنا. طب هات 500. لا 400. ها انتبه لي شمس. عن اذنك فتحي شو اللي رجعك؟ رجعت اقعد معك. قلت لك ما بقدر. مش هي مسألة فلوس، بسيط. جرسون شامبانيا. شو عم تعمل يا مجنون؟ حسر معك الليلة في حاجة؟ فتحي خلي اللي رات بجيبني. مالكيش دعوة. وحياتي أنا خليني ينفعوه. حصرف كل اللي معايا عليك. هيدي هبلني. لا ده مزاج. مزاج زدت فلوسك هيك؟ قوم طروا على البيت. مش قبل ما برهن لك إن أقدر أخدك من أي زبون وأقدر أخليك تقعدي معايا. ما أنا معك. أنت فاهمة كويس أنا قصدي. هيك عم فكر؟ أي مثل ما تريد. وأنا ساكتة حتى إجا يوم وشفقت حالي وقررت إني أهرب ونزلت على بيروت. كافحت قد ما بقدر بالآخر تعبت. أنا تعبت كتير يا فتحي. هي دي الحكايات اللي بتحكيهم للزباين؟ نعم. ده لما تكوني عايزة تنكدي عليهم. إنما لما تكوني عايزة تسليهم. سليهم؟ آه تسليهم. ما فهمت كيف يعني. يعني تبسطيهم. بغني لهم. انا قلبي معاك تكذب علي وبترجى ومن شباك لتاني شباك اركض وراك اركض وراك يا بطاقية يا بطاقية انا قلبي معاك تكذب علي وبترجى ومن شباك لتاني شباك اركض وراك اركض وراك يا بطاقية مال الهوى والتجاهنا والحب مال عينينا مال الهوى والتجاهنا والحب مال عينينا لو يا حبيبي وانت حبيبي لو يا حبيبي وانت حبيبي تاخدني معاك يا بطاقية علي وبترجى يا ابو الطاقية ومشبك لتاني شبك اركض وراك اركض وراك يا ابو الطاقية وعيونك اللي غيروا خوفي بكرة يفوتوني وعيونك اللي غيروني
خوفي بكره يفوتوني والحب يمشي والعمر يمشي والحب يمشي والعمر يمشي ولا كنتش معاك يا ابو الطاقية تكتب عليا وبترجع ومن شباك لتاني شباك اركض وراك اركض وراك يا ابو الطاقية يا ابو الطاقية برافو سليتك مثل ما كنت تتمنى واكتر يعني ما خيبت املك لا طيب عن إذنك رح غير تيبي وارجع لك بس ما تأخريش عشان نروح سوا مش رح اتأخر اوعى تروح وتتركني اوعى ست شمس ايوه شو معرفة قديمة زبون مثل كل الزباين